انا بكره على النصر مشان اني اسجل ثويبة الشريف عضو من حملة مسرى. هذه مشاركتي الأولى في معرض جمب تري. اللهم بارك، إنه كان موفق من جميع النواحي. المنظمين كانوا متعاونين جدا. مشاركتي كانت عن طريق حملة مسرى، حملة تدعم القضية الفلسطينية وتوعوية. لدينا هذه المنتجات التي تدعم القضية. جميع ربح هذه المنتجات يذهب تبرع لفلسطين وغزة. مسافر الإسلام بكر العوامي، صفة ناشر في مكتبة ابن كثير. طبعا زي ما تعودنا ديما نقدم من نشاطات. طبعا اليوم قدمنا في البازار في كلية العلوم نشاط كتب تنمية بشرية، كتب علمية، كتب قانون، كتب طبخ، يعني جميع أنواع الكتب العامة موجودة لدينا. دائما احنا نقدم في نشاطات في المدارس، نشاطات نحاول أن نرتقوا للأفضل، ننشر الكتاب. أميرة هشام الفزاني، مشاركة اليوم ضمن فعاليات معرض كلية العلوم اللي بنظمتها كلية من يوم 27 فبراير اليوم الخميس 29. هو المعرض هذا دورته الثالثة هنا في كلية العلوم، والمعرض كان أمس فيه مسرحية، فيه مسابقات، حتى كان فيه مسابقة شعر هنا في المسرح وفتتحوه في المكتبة. والمعرض كان يضمن حتى بازار، أنا واحدة من المشاركين في البازار بمشروعي الخاص. مشروعي هو عبارة على حشات هاند ميد، وما شاء الله في هلبة مشاريع مشاركين للطلبة، وفي حتى واحدين بتاع كتابات ومشاريع أكل وغيرها يعني.